السلام عليكم ورجعت لكم انطباع ون بيس. خلونا نبدا. قبل لا ابدا في الحلقه واعطيكم انطباعي عنها بالنسبه لحلقه ون بيس الخاصه، انتظروها ان شاء الله بكره او بعده راح ينزل انطباعي عنها. طبعا ما هحق عليكم شو بقول، بس فيها معلومات مره خطيره ومره مهمه. الحين خلونا نركز على ون بيس حلقه اليوم. مستوى الحلقه لو اشيل الحلقات اللي فاتت عنها راح اعطيها 7 أو 8 من 10، لكن لما ادمج الحماس اللي فات والصدمات اللي شفناها في الحلقات اللي فاتت راح يقل مستواها، لان احنا كنا في تصاعد. الحين الحلقه هذه بالنسبه للي قبلها واللي قبل اقل، لكن اللي بيرقيها عندي الى 10 من 10 ان شفها غليلي في تريبل، شفها غليلي فيه. لا نستبق الاحداث، تدون كم مره شفها غليلي في تريبل في الحلقه هذه؟ اكثر من مره. الاولى كون لوفي اللي ما يهمه شيء يقول لك يا المقرف، خلاص هذه نسف للجبهه يا تريبل، نسف جبهتك طيرها، نسف حط لك سي فور هنا وقلب بدوف. لو زعلان اخينا في الله يقول لزج بيتا بيتا، حبيبي مقرف. وكان لو يسميك الغبي، خلاص القصف الثاني على جبهتك. وكون كيهوتي او دوف لامينغو واقف ويسمعهم، هذا خلاص ساكت مخليهم يطقطقون عليك. وقع لوفي في شرك تيبل لما ضرب الضربة الاولى ومرت، قال لوفي انا حاط فيها هكي المفروض انه يتأثر كلوجيا ليش يدي مرت، فقال له تيبل هل تعتقد فعلا اني انا لوجيا؟ ايا كان الاشياء هذه ما تأثر فيني، وقال له لو انه كالعجينة ما يمديك عليه. لوفي هنا انصدم، لوفي ضاع، قوة لوفي والحماسة والنيران اللي كانت فيه تفككت. ليش؟ لأنه مو بعارف وش قاعد يتعامل معاه. مرة ثانية أعيد وأؤكد، لوفي بحاجة إلى شخص استراتيجي يعرف قوة كل واحد يتقاتلون معه، يعرف كيف يتعامل مع كل واحد يتقاتلون معه. المصيبة أن لقاء لوفي مع تريبل لو كان فعلا فيه شخص استراتيجي ما كان بيقدر يفيد لوفي كثير، لأن الشخص الاستراتيجي هذا بيكون بعيد. زي ما شفنا الطاقم كله في كل الأحداث مستحيل تشوف شخصيتين مع بعض مع نفس العدو إلا نادر تصير، صارت لكن لفترة بسيطة. ما يمدي الاستراتيجي حتى أنه يحلل أغلب الأوقات أو الشخصيات اللي تواجه معها لوفي، يكون يعني كيف أقول بالصدفة جاية، مو هم مخطط انه يجي هنا الكيهوتي الا لما يكونون قربوا، ما في وقت يدرسون العائله وما الى ذلك. لكن لا يزال فعلا لوفي بحاجه الى شخص يخطط. يعني شفنا لاو كيف تعامل مع تريبل، كلمه لاو عجبتني لما قال انا برضو قائد طاقم ولازم اتصرف. فعلا لو انتهى القتال هذا بدون لا يكون اللاو لمسه خياليه، مع ان اللي سواه لاو قوي وتكفي شهاده لوفي لما قال لروبن لاو عطل كيهوتي بما فيه الكفايه، فعلا لاو شاغل وعطل كيهوتي بما فيه الكفايه، لكن انه ما يكون قضى على احد المنفذين كقائد طاقم ترى مصيبه 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 مصيبه. لاو استدرج تريبل وحرك يده وضربه بالسيف. لما تفكك تريبل يخرب بيته، كان عبارة عن شخص مغطي نفسه بلزج، يمكن هذا الوصف المؤدب الوحيد اللي أقدر أوصفه فيه، لزج. قرر تريبل علي وعلى أعدائي. كيهوتي قال حق تريبل انتبه من هالفخ انتبه، لكن خلاص الإنسان لما يغضب ما يسمع. فعلا تريبل كان يقدر يتلافى هالشيء، بس لو ضرب له على الوتر الحساس. أنت تعتقد نفسك قائد او منفذ من المنفذين، ترى كيهوتي يستغلك، كيهوتي ما 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 كيهوتي كان ممكن عنده ثقة ان تريبل ما حيتأثر بالكلام هذا، لكن تريبل تأثر. اكثر شيء شدني في الحلقة هذه لما جابوا ذكريات كيهوتي، ضيقت خلاص 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 شفناها بما فيه الكفاية، لكن جابوا لأي درجة العائلة هذه، كيف انهم استحوذوا على كيهوتي واقنعوه فعلا انهم العائلة المناسبة له، لدرجة حتى الطريق المكسور دمروا المدينة عشان اتعثر فيه. اي واحد اذى كيهوتي اذوه بالضعفين والثلاث اضعاف. كيهوتي فعلا حس انه وراه عائلة، حس انه وراه فعلا سند وفزعة. طفل زي هذا ابوه تسبب في خروجه من التنانين السماوية والناس ما تقبلوا التضحية هذه واذوه، بعدين رجعوا وقتلوا ابوه وراح للتنانين السماوية
والتنانين السماوية وضح انهم ما اعتبوا فيه لو اذوه ورجع فشاف تريبل هذول هم اللي احتووه وهم اللي انتقموا له وحققوا له حقد اللي يبيه ضد الناس. لما مشى وشاف الناس يركعون قالها كيوتي كيوتي هذا اللي يبيه لما كان في التنانين السماوية ان لما يموت الناس تركع له. هل ما مو بسبب لقب، هل ما بسبب قوة، بسبب كيان، بسبب هيمنة؟ صحيح ان الشيء هذا خطأ لكنه حقق له اللي هو يبيه. لكن التنانين السماوية لأنهم في ذاك الوقت لما راح لهم كيهوتي ما اعتدوا فيه، أنا كنت معتقد إنه يمكن لما خذ رأس أبوه لهم قالوا له أوكي بنعطيك كتبة تشيبوكاي ما حنرجعك من التنانين السماوية، لكن إنهم أذوه ورجع. إذا لهم اللي عطوه كتبة تشيبوكاي بسبب هالشيء، لا عطوه كتبة تشيبوكاي لأنه وصل إلى قوة. لكن كيف سووا المخطط الخطير هذا بالإشاعة لدرجة قالوا إنه ما يسوي إلا أحد من التنانين السماوية؟ إذا لازال عند كيهوتي سر يستغل فيه التنانين السماوية. أيضا لما مويا في حرب المارين فورد قال حق كيهوتي من أمرك بذلك؟ هل هو سنغوكو؟ قال لها كيهوتي لا شخص أعلى، وجابوا كيهوتي يتكلم مع منسق التنانين السماوية أو منسق حق حكومة العالم أو واحد يعطي أوامر، وجاه قال انتبه لا تتكلم معي بهالأسلوب، أنا ما تكلمني كذا، أنا ما أسمع لك. فواضح كيهوتي عنده هيمنة. لكن كيف؟ شو السر اللي عند كيهوتي عشان تصير عنده الهيمنة هذه؟ تريبل قال علي وعلى أعدائي ودمك كيهوتي. لحد الحين ما يفهم كيف فاكهته تحترق، لحد الحين مش بالعها، مو باضية تدخل من هنا، أبيها تدخل من هنا عشان أبلعها، ماني بعارف صراحة غريبة فاكهته. لكن ما يهم طالما ان الحقير طار اخيرا خلاص. لوفي كيهوتي كيهوتي لوفي قفز كيهوتي عشان يبي ينهي حقده على لاو واطلق الطلقات. لوفي حاول يردها لكنها ما نفعت، طارت الطلقات تجاههم وانتهت الحلقة على هالشيء. حتى في مشاهد الحلقة الجاية ما جابوا كيف انهم بينجون منها، لكن انا اقول لكم اذا في احد بينجيهم فاتوقع هو بارتلوميو. بارتلوميو هو الوحيد اللي راح يقدر ينجيهم في الموقف هذا. خلاص ما عاد في شيء وما عاد في مجال اي شيء، لوفي ضد كيهوتي وانتهينا. خلاص لم يعد هنالك منفذين ولا ناس نتشطط معاهم، خلاص انتهينا. اخر بصمة على اخر المنفذين سواها اخر بطل اللي هو لاو على اخر وغد حقير اللي هو تريبل، وانتهينا من المشكلة هذه. الأقزام لما قالوا حس إن شيء انزاح من على صدرنا وما يدرون شو اللي صار، وكلمة مؤثرة، كلمة جدا خطيرة. الظلم اللي كانوا معيشون فيها تريبل كأنه هو رعب فعلا بالنسبة لهم أكثر من كيهوتي، وانزاح. الحين ننتظر الحلقة الجاية، ذروة حدث دوسوزا. الحلقة الجاية راح نبدأ أخيرا أعتقد الفلاش باك كله خلص. شفنا فلاش باك لو، شفنا فلاش باك كوزان، شفنا فلاش باك عائلة كيهوتي، شفنا فلاش باك كيهوتي، شفنا فلاش باكات خطيرة بما فيه الكفاية. انتهينا، ما في زيادة من الفلاش باك أو الذكريات، ما في زيادة للتمطيط، ما في زيادة لأي شيء. خلاص ابدأوا، خلاص هنا وصلت سيل الزبا، انتهينا ابدأوا. قبل لا انهي الحلقة انتظروني زي ما قلت لكم بكرة أو بعد في انطباع الحلقة الخاصة من ون بيس. أشياء خطيرة وجميلة، صحيح إن الحلقة ممكن مستوى عند بعضكم ما وصل أكثر من 3/10، لكن فيها نقاط خيالية لابد 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 من التعليق عليها، شيء رائع جدا. وأيضا لا تنسون كويت كون، حفل كويت كون اللي راح نجي فيه إن شاء الله راح يكون من 18-19-20 فبراير في قاعة عبد العزيز حسين بمشرف، قاعة عبد العزيز حسين الثقافية بمشرف. راح نكون موجودين على مدى 3 أيام فعاليات كوسبلاي جيمز، مشاهير راح يكونون موجودين، فقرات على مدى 3 أيام راح نغطيها أنا وماجد على الستيج وبرا الستيج. انتظرونا راح تستمتعون متعة خيالية. في الأخير قولوا معاي سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسون شير لايك سبسكرايب، شوفكم.